بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتطرق فيه إن شاء الله لأقسام جوجل أو جوجل كلاس روم. جوجل كلاس روم هي تكنولوجيا تقدمها جوجل للأساتذة للتواصل مع تلاميذهم عن بعد. هي تشبه كثيرا طريقة تيمز التي يحاول الأساتذة في هذه الأيام استعمالها والتواصل بها مع تلاميذهم. أقدم لكم جوجل كلاس روم بالنسبة للأساتذة الذين يجدون صعوبة في التواصل مع تلاميذهم كأساتذة التعليم الابتدائي. هنا قمت بإنشاء بعض الأقسام لإنشاء فصل. الأمر بسيط، أذهب إلى هذا المكان، أذهب إلى هذه العلامات الثلاث هنا، هذه الخطوط على الهاتف. ستكون الخطوط على اليسار، هنا تظهر على اليمين، مهم ننقر عليها ثم نختار الصفوف. للإشارة يمكنكم تثبيت تطبيق كلاس روم جوجل، يوجد على جوجل بلاي. نذهب كما قلت إلى الخطوط ثم أختار الصفوف. الصفوف المقصود بها هنا الأقسام. أذهب إلى هذه العلامة زائد زائد، انظروا ظهرت إنشاء صف أو الانضمام إليه. لا أختار الانضمام إلى صف بل إنشاء صف، لأنني أستاذ إنشاء صف. بالنسبة للتلاميذ لا داعي للانضمام، مجرد إضافة طلاب فتأتيهم دعوة مباشرة. هنا أختار إنشاء صف، قرأت هنا. إذا كانت لديك مؤسسة وعندها بريد وعندها موقع تابع إلي، يمكنكم الاستفادة من خدمات تكميلية. هنا أختار قرأت ثم متابعة إنشاء الصف. هنا كما تشاهدون سبق وأنشأت صف باللغة العربية الطالب الإسلامي الابتدائي. هنا أكتب مثلا الرياضيات مثلا الرياضيات القسم، ممكن أكتب السادس مثلا الموضوع، ممكن أكتب أعيد كتابة الرياضيات مثلا الرياضيات. بالنسبة للغرفة أكتب مثلا واحد ثم أختار إنشاء. ثوان فيتم إنشاء صف جديد كما أشرت. فصف هنا نقصد به قسم السادس أو الخامس أو الرابع. بالنسبة للتسجيل في تقنية جوجل كلاس روم فهي مجانية و تتم مباشرة عبر الهاتف أو الحاسوب بجيمايل الذي تعمل من خلاله. هنا الأقسام التي أنشأت، أذهب مثلا إلى هذا الرياضيات. هنا لدينا ساحة المشاركات، تظهر الأمور التي شاركت مع التلاميذ. هنا الواجب الدراسي الذي طلبت من التلاميذ إنجازه. هنا الأشخاص، هنا الأشخاص لا يوجد أشخاص. هنا الدرجات، التنقيط، هنا الأشخاص، الطلاب هنا الطلاب، إضافة الطلاب. أذهب إلى هذه الأيقونة التي بها علامة زائد، دعوة الطلاب. هنا أدخل بريده الإلكتروني، أي أنني يجب أن أحصل على بريد جميع التلاميذ وإضافتها هنا، ثم دعوة. أكتب البريد ثم دعوة، أعيد العملية. أذهب إلى الأشخاص هنا لإضافة التلاميذ، أذهب إلى الأشخاص ثم الطلاب ثم أضيف ثم البريد الإلكتروني ثم دعوة. أعود هنا إلى مجموعة، إلى صف سبق وأن أنشأته، لننظر أضفت فيه تلميذ واحد وهو واحد أصدقائي أستاذ. هنا الأشخاص أرسل إلي بريده الإلكتروني فأضفته هنا. إذا عندي هنا تلميذ واحد. بالنسبة للواجب أرسلت إليه هذا الواجب كما تشاهدون. فهو ماذا وضعت في هذا الواجب؟ وضعت أجب على الأسئلة التالية. ليس هناك أسئلة. هنا اليوتيوب وضعت له رابط على اليوتيوب، هنا صورة وهنا رابط. أعيد عملية الواجب لإرسال واجب للتلميذ. إذا لنعيد العملية. هنا لدينا شخص واحد وهو التلميذ الذي أضفته. الواجب الدراسي سأرسل هذا الواجب، لو كان مجموعة تلاميذ سأرسل إلى مجموعة من التلاميذ. هنا تلميذ واحد سأرسل إلى تلميذ واحد. لإرسال الواجب أو لإعداد واجب أذهب إلى إنشاء. إنشاء زائد هنا إنشاء. لدينا هنا التكليف، مهمة الاختبار، توجيه الأسئلة، الموارد، إعادة استخدام المشاركة. هنا أختار التكليف، هنا سأكلفه بمهمة معينة. أختار حسنا العنوان مثلا اختبار أو تدريب. تعليمات أخرى، ممكن أجب عن الأسئلة.
التالية. بالنسبة للإضافات، هنا أذهب إلى إضافة، ماذا يمكنني أن أضيف؟ رابط من الجوجل درايف، رابط عادي، ملف يوتيوب. هنا بالنسبة للرابط، أحضر رابط، مثلا أحضر الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، هنا رابط، أنقر على إضافة رابط، يفتح مجال إضافة الرابط فأقوم بلصقه، لصق كولي ثم إضافة رابط. هنا أضفت رابط لهذا الواجب. يمكن أن أرسل لهذا التلميذ ملف من حاسوبي، يمكن أن يكون PDF، يمكن أن يكون وورد لإنجاز عمل ما، يمكن أن يكون أي شيء. هنا لدي مجموعة من الصور، مثلا أختار هذه الصورة بشكل عشوائي ثم أختار تحميل فيجري تحميل الصورة. إذا أرسلت للتلاميذ، سأرسل لهم هنا رابط صورة. يمكن أيضا إضافة فيديو من اليوتيوب، أذهب إلى اليوتيوب، هنا أختار بعد فيديو، مثلا أذهب إلى الشير، هنا إلى الشير أختار هذه الشير، ثم أختار كوبي، هنا كوبي لأنسخ رابط كوبي، أذهب إلى شير هنا ثم إلى كوبي. تلاحظون على أنه تم نسخ الرابط. أوقف الفيديو هنا، أعود إلى الواجب، أذهب إلى اليوتيوب، ألصق هنا، أقوم بلصق أو كولي، أقوم باللصق، نعم، ثم أبحث، أنقر على البحث فيجد الفيديو، أنقر عليه مرتين. إذا هنا أرسلت للتلاميذ، سأرسل لهم هنا رابط، يمكن أن يكون رابط نحو موقع، رابط نحو صورة، رابط نحو فيديو أيضا. هنا أرسلت لهم صورة من حاسوبي، يمكن أن أرسل لهم ملف وورد، باوربوينت. هنا أرسلت إليهم رابط فيديو، يمكن فيديو تدريبي، وهنا ممكن أن أرسل استمارة واختبار على شكل وورد، هنا رابط لمعلومات إضافية مثلا من الويكيبيديا أو من مكان ما، المهم حسب نوعية المادة التي تدرسها. هذا ما يمكن أن رابط الدرايف، إذا كان عندي رابط لملف وضعته أنا سلفا في الدرايف، فأختار تعيين، أختار تعيين، هنا توجد أقصى اليسار فوق، هنا أرسلت، هنا قمت بإعداد الواجب الدراسي، وتم إرساله إلى تلميذ واحد. هنا كما تلاحظون الواجب الأول، الاختبار الأول تم إرساله أيضا إلى تلميذ واحد. كان هذا شرح مبسط، أمور أخرى يمكن اختبارها والبحث عنها من هنا، ويمكن الذهاب إلى هذا المكان، الدخول إلى الإعدادات والبحث فيها وإزالة ما لا يعجبنا منها من الإشعارات أو أمور تتعلق بالتحكمات. هنا التقويم، يمكنني تحديد مواعيد مع التلاميذ لاختبارات أو دروس إلى آخره. كان هذا شرح مبسط لتقنية جوجل كلاس روم.